مساء الخير واهلا وسهلا فيكم اصدقائي في حلقه جديده من برنامجكم نور شو في الموسم الثاني. في كثير من السوريين بيرفعوا الراس وين ما توجهوا وين ما راحوا بيحطوا بصمه جميله بصمه قويه. من هالسوريين اليوم عندي ضيفين لهم بصمه قويه في النمسا. بنرحب فيهم مع بعض. الدكتور راتب جعرش اخصائي اذن انف حنجره، والمهندس اياد جعرش مهندس معدات طبيه. مرحبا فيهم مع بعض، اهلا وسهلا فيكم في برنامج نور شو في الموسم الثاني. اهلا وسهلا استاذ نور. اهلا وسهلا استاذ نور، اهلا وسهلا بالساده المشاهدين، شكرا لك على الاستضافه الجميله. شرفتوني واهلا وسهلا فيكم. انا اسمي الدكتور راتب جعرش، عمري 44 سنه، ما شاء الله، مواليد مدينه دوما. دوما تبعد 10 كيلومتر عن مدينة دمشق. درست الطب كمان في سوريا في جامعة حلب، واختصيت أذن أنف حنجرة في مدينة دوما، وبعدين اشتغلت بالعيادة اللي هي عيادة والدي لأن والدي اخصائي أذن أنف حنجرة. ما شاء الله. وبعدين صار اللي صار وجينا لهون. طيب أستاذ إياد. أنا المهندس إياد جعرش، عمري 39 سنة. أنا درست هندسة معدات طبية بدمشق بجامعة دمشق، وبعدين اشتغلت بعدة شركات بهندسة معدات طبية بسوريا، بعدين فتحت لحالي شركتي بسوريا قبل ما تصير الأحداث فترة بسيطة، وبعدين اجينا لهون. طيب نحن لو نحكي لما كنتوا في سوريا، الأسباب اللي خلتكم تتركوا سوريا أكيد أسباب الحرب، بس في كان في شيء سبب خاص خلاك فعلا تترك؟ طبعا ما كل الناس غادروا بالحرب، في ناس كانوا بصف النظام السوري فضلوا لانه ما تاثرت اعمالهم، ما تهددت حياتهم. انا شخصيا يعني خفت على اولادي، خفت على نفسي، خفت على زوجتي، فقررت يعني حاولت يعني ضليت موجود لمده سنتين تقريبا من بدايه الحرب، بعدين تركنا. يعني هن عدة أسباب وسبب واحد، لكن بيتمحوروا حوالين النظام. طبعا أنا كنت ملاحق من قبل التحقيق العسكري بعد الجيش لأسباب تافهة يعني، لكن النظام عملها أسباب كبيرة. وبعدين كمان أثناء الثورة اعتقلت بأحد المظاهرات، وأثناء الاعتقال يعني مثل أنه توجه لي مباشرة الكلام أنه الاعتقال الثاني بدك تنسى حالك. طبعا سبب الخوف على العيلة، الأولاد، وطبعا على نفسي، والأوضاع بالبلد يعني صفت انتهت لوضع مأساوي جدا. مع الأسف. مع الأسف. طيب رحلتكم إلى النمسا كيف بلشت؟ هلا نحن غادرت أنا دوما مع أهلي وأخي وأخواتي تقريبا. طلعتوا مع بعض؟ غادرنا مدينة دوما مع بعض، طلعنا تقريبا بنهاية 2012 بداية 2013. غادرنا إلى مصر، استأجرت بيت هنيك ودورت على شغل، لقيت شغل، اشتغلت تقريبا بثلاث مراكز بنفس الوقت. رحت على ليبيا، يعني مثل اتصل فيني صديقي من ليبيا وقال لي إنه هون في كتير يعني اختصاصك مطلوب بشكل كبير. تمام. فانتقلت من مصر الى ليبيا واشتغلت هناك كاخصائي كمان اذن انف حنجره. فردينا سافرنا لتركيا بالطيران. بتركيا طبعا مثل لانه بالاخر ما بقدر ارجع لمصر، لاني انا طلعت من مصر لليبيا بشكل غير قانوني، مش بطلب او بفيزا. بليبيا ما في عندك حل، يعني على سوريا ما بقدر ارجع على سوريا. حاولت اقدم فيز على السعوديه وعلى الامارات، ما مشي الحال. فرجعنا على تركيا وقعدنا نسال شو بدنا نساوي. فمثل الاف او مئات الاف السوريين لقينا انه الطريق ما عندنا حل غير اوروبا. فجينا الطريق اللي كل تقريبا او معظم السوريين بيعرفوه، عن طريق البحر بعدين البر، وهيك لوصلنا للنمسا. سلمنا حالنا للقوى الأمن أو للبوليس النمساوي،
وبقية القصص موضوع الإقامة والكامب والإلى آخره أكل الموضوع تقريبا شيء 6 شهور لا حصلت على الإقامة. بهالفترة هاي يعني كنت عم بقرأ شوية ألماني لحالي بالكامب، وبعدين لما أخذت الإقامة انتقلت على كنت أنا قاعد بكلاب روك بأوبر أوسترايش، وانتقلنا على فيينا، استأجرت كمان شقة وجبت العيلة معي مرتي وولادي، ولدين صبي وبنت، وبعدين بلشنا عاد مسيرة التعديل واللغة والإلى آخره. طيب إياد، طبعا نحن وقت طلعنا من دوما طلعنا كعائلة كاملة، يعني كان أنا وأخي وعوائلنا كانتنا سوا، نفس المبدأ طلعنا على الشام مبدئيا. أول شيء أخي كان قراره مثل ما سمعت على مصر، أنا من مصر بالنسبة لي كان درستنا من ناحية الشغل ناحية المادية كانت غير مجدية، فكان قراري مباشرة على ليبيا. فأنا طلعت من سوريا على مصر بالطيارة، بعدين من مصر بالبر على ليبيا. بليبيا استقبلتني عائلة أقارب زوجتي، يعني بوجه الخير وزين الخير بوجه لهم تحية. وهنيك بلشت أبدأ بتأسيس وضعي بليبيا، كان موضوع أنه نحن نستقر بليبيا مبدئيا. دورت على شقة، سأجرت شقة، وبلشت بعدين دور على شغل. طبعا مثل اي واحد بدور على شغل مسكت السي في تبعي وافتبر الشوارع على الشركات، دور على الشركات لحتى بالاخير حصلت شغل بشركه. يعني هلا كلمه انه بدور على شغل يعني يعني هي اكبر دليل انه فعلا نحن لما بنطلع على اي بلد ما بنحب نكون عالي على البلد اللي نحن فيه، بنحاول نحن نشتغل نحن نقدم. تماما، تفضل. وهذا الشيء طبعا ما له سهل انك انت تحصل شغل باي مكان بتروح عليه غير بلدك. المهم لقيت شغل بالشركه، الحمد لله قدرنا نثبت نفسنا، وصلت لمرحلة إنه مدير مبيعات سيلز مانجر بالشركة، وصار في سيارة بيت عندي أمورنا كلها جيدة ما شاء الله. لكن الوضع بليبيا مثل ما تفضل أخي سيء جدا، غير آمن، والحرب يعني كانت ما منتهية على الأخير، كل ما الفرق عم تتقاتل مع بعضها. بيوم من الأيام صار معي موقف خلاني يعني كتير فكر بموضوع الطلعة من ليبيا، واللي هو أنا كنت بسيارتي مع مرتي وكنا طالعين بزيارة يعني على أحد الجسور، علقت مجموعتين مع بعضهم وكنا نحن بالنص، فصار ضرب النار فوق سيارتي ومعي ابني ومرتي بالسيارة. بهي اللحظة أنا اتخذت القرار أنه أنا هون ما فيني أكمل، لأنه أنا طلعت من بلدي خوف على العيلة وعلى نفسي، وانحطيت بنفس الموقف في بلد تاني تمام كنت ناوي أني استقر فيه، مع أنه الشغل كان كتير ممتاز، وصاحب الشركة اللي أنا بشتغل فيها يعني قبل ما أترك الشغل عنده وطلع برا يعني قال لي أنت شو بدك مرتب خود، شو بدك بيوت خود، بس خليك قاعد معي. لكن للأسف الأمان بيعطي المرتبة الأولى طبعاً، فقررنا أن نطلع. طبعاً مثل ما تفضل أخي، وقتها كان قرار الطلعة اتخذ جماعي كمان كعائلة، طلعنا على تركيا بنفس المبدأ، وقعدنا نفكر شو ممكن نساوي، مثلنا مثل آلاف السوريين طلعنا ونكملنا على النمسا، وكمان نفس الطريق ونفس وسلمنا البوليس نفس النقطة تمام. طب ليش اخترتوا النمسا بالذات يعني ما غير اختيار النمسا؟ يعني اختياري للنمسا انا كان طبعا على معلومات جمعها اخي، لانه اخي له اصدقاء كثير قبل منه طلعوا، ومعلومات من اصدقائي اللي انا طلعوا قبل مني، فتوحدت المعلومات انه النمسا يعني يعتبر بلد مناسب لنا، واقرب شيء لاجواءنا ولبلادنا يعني تقريبا. تماما، تركيا كمان في كثير مقومات بالنمسا موجوده بتخلينا انه واحد يفكر انه يجي يقدم لجوء بالنمسا ويكمل حياته بالنمسا. طبعا اخي بعد ما سلم حاله للبوليس اخذوه على مدينه فوكلبروك، انا اخذوني على مدينه اسمها كلافر ام هوفيت، هي على حدود النمساويه التشيكيه. قعدت هنيك 7 شهور لحتى اجتني الاقامه. بخلال 7 شهور كمان مثل ما عمل اخي حاولنا نتعلم اللغه، بعدين اخذنا الاقامه. انا استمريت بالمنطقه اللي انا موجود فيها لكن بضيعه حد بكلافر ام هوفيت اسمها ايجنشليجل، سكنت هنيك، سأجرت شقة، وحصلت أول شغل لي بالنمسا في منظمة الصليب الأحمر كأسول بترويا. حلو. كان لي أول عقد عمل بالنمسا ما شاء الله. واستلمت هنيك 3 بيوت كامبات، فينا نقول أزو دراي أسول أنتركونفتة. هنيك صرت أنا أرعى اللاجئين، طبعا خلال خبرتي أنه أنا كنت سابق، ومن خلال اللغة اللي أنا حاولت أتعلمها ساعدت صرت ساعد الناس، وطبعا كموظف بشكل رسمي مع الصليب الأحمر، واستمريت هنيك مع الصليب الأحمر لفترة تقريبا 7 شهور كموظف. بعد منا انتهت
وجود اللاجئين بالمنطقة هنيك، خفت الموجة وانتهى وجود اللاجئين، فانتهى عقدي مع الصليب الأحمر هنيك، ووقتها انتقلت على فيينا لهون. طبعا مساعد أخي أنا موجود هون فدورنا على شقة وانتقلت على فيينا، وحاولت انطلق لمجال الشغل الثاني اللي هو اختصاصي الأساسي معدات طبية. ما شاء الله. طيب رح ناخد فاصل ونرجع نكمل حلقتنا. تفضل أصدقائي، فاصل ونواصل. ورجعنا لكم أصدقائي من جديد، نرحب مرة تانية بالأخوين الدكتور راتب والمهندس إياد جعرش. لما وصلتوا على النمسا، ما هي أول مشاريع فكرتوا فيها تعملوها بحيث أنه تندمجوا في المجتمع، تتعلموا اللغة؟ كيف كانت بداياتكم في النمسا؟ هلا احنا وصولنا للنمسا كان يعني بيحمل شقين. البداية الأولانية لما كنا بالكامب، بالكامب يعني الإنسان ما كتير عنده إمكانية التعلم أكثر، يعني كورسات همه يتعلم اللغة تماما. فهو يعني بالكامب أنا كنت أتعلم أونلاين، يعني على اليوتيوبات، على شوفي كمان. كان بتذكر أنه في كذا يوتيوبر بيعمل دروس بالألماني، ما بذكر أسماءهم كلهم، يعني كلهم كويسين. فأنا بتذكر كل الحلقات اللي موجودة كنت شوفها وتابعها وحاول شوف بعض البرامج أو المسلسلات بالألماني اللي يكون إلى سوبتيتل، يعني اللي إلى ترجمة بالإنجليزي أو بالعربي، أو يعني الإمكانيات. وجودنا بالكامب خلال 5 أشهر يعني كان في، ما بتقدر تقول عنه كورس، بس هو عبارة عن يعني مثل ألفا بيت للاجئين. بتعرف أنت بالكامب بيكون في مستويات ثقة، يعني ناس متعلمة مع شهادات، بيكون في ناس بالأساس مع سادس، وهذا الشيء أمر طبيعي لأنه هو مجتمع كامل اللي طلع. فهن كانوا يعملوا مثل كورسات، ما أنا يعني عالية المستوى، بس هذا الشيء بيفيد. يعني أنا بتذكر أنه ما روحت ولا حصة بالكامب، يعني مع أنه ما كان كتير يعني ممتع، بس يعني لأني أنا بتذكر أول ما رحنا أول أسبوع رحت على سوبر ماركت، كان في شغلة بدي إياها وصرت أسأل بالإنجليزي. فبتذكر أنه في موظفة، فيعني أنا انزعجت منها وقتها كتير، قالت لي فيزن دي نوستغاش فيش برشن هي دويتش فيش برشن كان إنجليش، وحسيت حالي كتير صغير يعني. هي قليمة صراحة يعني. تماماً. أنا ما كنت بعرف يعني بصراحة، أنا ما كان صدي غير أسبوع يعني، فأنا كيف بدي أحكي دوتش يعني، مستحيل. وأنا مع حق يعني، هي عبارة عن عاملة بهوفر، فغالباً ما معها شهادة، فلذلك موضوع الإنجليزي بالنسبة لي على صعب يعني. أنا كتير متفهم الموضوع، ما حتفهم علي يعني الإنجليزي، أنا ماني عم حاكي بروفيسور ولا طبعا مدير أعمال. فلذلك قلت لحالي لازم على الأقل الأساسيات بوجودي هون بالكامب بتعلمها، يعني الأسئلة المهمة تماماً. افهم شو عم ينحكى ولو أنه الزبدة يعني، مش كل الحديث تماما. فقعدنا نتعلم من هالدروس، يعني اليوتيوبر كتير بيساعدوا بصحة حقيقة يعني، وخاصة بموضوع القواعد. يعني الجراماتيك ممكن تفهمه أنت من واحد عم يحكي بالعربي أكثر من أنه أستاذ عم يحكي بالألماني، لأنه أنت بالألماني في كثير من الشغلات ما حتفهمها هو عم يحكيها. اللي عم يحكي بلغتك الأم بيشرح لك القواعد بشكل جيد، هلا هن ما لهم بيرفكت بس يعني بيفيدوا كثير. فاعتمدت على اليوتيوبات وهيك. هاي بالنسبة لوجودي بالكامب. فتقريبا أنا بهال5 أشهر خلصت المستوى الآينز والآتسفاي. ما عملت فحص بس يعني صرت يعني بعتبر حالي او اعتبرت حالي انه الاينز والاتس فاي صاروا بالنسبه لي جيد يعني منيح فيهم. انا جينا لهون قعدت يمكن ببيت للشباب يعني اصدقائي، بيت سكن شبابي، وكل يوم اعمل شيء يمكن بتذكر شيء 20 فونونغز بيزيشتيكونغ لحتى كل يوم لمده 8 أيام، وكله كان مع الرفض انه انا ما عندي لونت ستل. فبآخر يوم، هي كانت آخر شقة يعني، سبحان الله، اتصلت بزوجتي قلت لها غالبا ما حنقدر نسكن بفيينا لأنه ما في شقات. ما كان المشكلة قديش بتكلف الشقة، المشكلة أنه لاقي حدا تماما يأجرني شقة. عرفت كيف؟ فآخر شقة شفتها وقتها بتذكر كان العصر، قلت لها هي آخر شقة، إذا ما مش الحال أخذ القطار وأرجع، أو بدنا نغير المدينة يعني، بدي أدور بشي بلد أصغر. طبعا أنا ليش اخترت فيينا؟ لأنه
كطبيب يعني هون الجامعة هون التعديل هون هون، فيعني كان بالنسبة لشغل يعني لاختصاصي أفضل. قعدنا بدنا نشوف، هلأ ما كان عندي فكرة أبدا أنه أنا شو كطبيب شو بدي ساوي، يعني بتضحك إذا أنه أنا تجي تعدل هون. ما كنت بعرف شو انه الطبيب بده تعديل ولا ما بده تعديل. ما بعرف، يعني في حادثه صغيره يعني بتضحك صارت معي، حملت حالي ورحت على سالت وين نقابه الاطباء، رحت على النقابه انا مثل ما بقولوا. شو عم تحكي دويش هون لسه؟ عم بحكي دويش مع انجليش يعني ماشي حالي، بس صرت يعني بقدر ادبر حالي يعني. ايوه فتت قلت لهم انا بدي يعني اشتغل، فضحكت الموظفة قال انت يعني لسه ما بتحكي منيح دويش، انت شو انت يعني؟ قلت له انا دكتور اذن انف حنجرة وبدي اشتغل، بسجل عنكم بالنقابة وبدي لاقي شغل. صارت تضحك قالت لي الموضوع مو بهالبساطة، الموضوع له خاصة بالطب يعني بالذات تماما، قالت لي الموضوع له بروسيديرة طويلة يعني معاملة، بدك تعلم لغة لمستوى معين، بعدين بدك تعمل نوستريفيكاسيون. انا ما كنت اعرف، ضليت يمكن شهر لحتى تعلمت قول نوستريفيكاسيون، ما بعرف شو هي النوستريفيكاسيون ومن وين بدي ادرس ومن وين يعني. فكانت بصراحه كان مثل قدامي كانه جبال القلب هيك وبدي اتخطاها مشي او زحف، فكانت صعبه حقيقه. فبعدين يعني قلنا لحالنا رح نركز هلا على موضوع اللغه، انسى هلا شويه تعديل وما تعديل لانه بلا لغه ما رح يمشي الحال التعديل. فاللغة يعني كان أكثر من قصة. فأول شيء في الكورسات اللي هي الحكومة النمساوية مشكورة كتير يعني الكورس مكلف تماما. فمباشرة أنا وقت رحت على مكتب العمل وسجلت بالـ RMS طبعا بعد الميلد ستيل والقصص وهاي، هدول الناس اللي بتحضبوا من الكورسات هدول إيش لازم نحكي معهم؟ والله والله شوف هلأ يعني أنا الناس تختلف كتير يعني ببلادنا. هلا هو ما كل الناس بتتعلم تمام، بس في ناس بتتعلم، في ناس بتكون مبدعه بامور اخرى. يعني انا بتذكر من اصدقائي اللي كانوا معي بالمدرسه، اي يعني انا بتذكر كانوا يرسبوا بس طلعوا ناجحين بحياتهم، فما ضروري واحد يكون يتعلم. بس هي مشكله اللغه، حتى هون اذا بدك تنجح بلا لغه ما بيمشي الحال. تمام. فانا يعني بقول انه يعني الله يجزيه الخير الحكومه هون عم تقدم، بس تعوا خذوا كورسات. الإنسان بده بس شوية يعني يركز بالدرس ويرجع اللي أخذون يعيدون، يحاول يسمع بس ألماني يعني. وهي اليوتيوبات كتير بتفيد يعني، أنا برأيي كتير بتفيد لفهم الجراماتيك يعني. فسجلت وأضغري عطوني، فكان عملي بتعرف أنت لما بدك تسجل بتعمل شيء اسمه Einstufungs Test يعني اللي هو تحديد المستوى تماما. فمثل ما أنا كنت متوقع نتيجتي طلعت إنه أنت ما بدك لا أينز ولا أتسفاي، اللي حسب اللي جاوبته إنه أنا بقدر دغري فوت بالبي أينز. فعملنا البي أينز وبعد منا البي أتسفاي وبعد منا طبعا ما كان مطلوب مني، طلبت من الموظفة تبعي إنه أنا بدي السي أينز. فأنا لأنه كنت مقرر ما فوت بموضوع أي تعديل أي شغل أي كذا لحتى لغتي تكون يعني ما بتقدر تقول بيرفكت بس يعني مقبولة. فعملت السي اينز وعملت الفحص ونجحت الحمد لله. هلا بالإضافة للكورسات، الكورسات لحالها ما بتكفي طبعا، بيكون كونتاكت. فهون خلال فترة وجودنا هون تعرفت على مدرسة لغة ألمانية متقاعدة يعني نمساوية يعني، هي بالصدفة تعرفت عليها وهي كانت كتير يعني حبابة وساعدتنا وكذا، وعملت معي مثل هي كانت قناة وصل مع الروتس كرويتز. فاي كانت هي باحد الفرانشتالتونغن وحكوا على موضوع شيء اسمه بروجكت اكس تشينج. البروجكت اكس تشينج كان عباره عن بروجرام بيروحوا مع البترويرينج او البترويا بيعملوا زيارات للشولن للجيمنازيوم والمثل شولن، وبنعمل لقاء مباشر مع الطلاب، الطلاب بيطرحوا اسئله. انا كنت عامل مثل يعني على اليو اس بي تبعي صور عن بلدي قبل الحرب بعد الحرب، صور عن بيتي، المشفى اللي كنت اشتغل فيها بدوما اللي هي مشفى النور، الشارع اللي كنت ساكن فيه، المزرعه تبعي، وبعد منا نفس الاماكن بعد الحرب. فهن كانوا يشوفوا الفرق
يعني كيف صارت، انه شلون كان، شلون كنا وشلون صرنا. هذا كله بالالماني انت، هذا كان كل بالبدايه كان صعب كثير، بس هذا كمان البرويت اكستشينج كثير ساعدنا اني انا يصير عندي كونتاكت مع الناس، يعني مع الطلاب. وحتى البترويرين تبعي، البترويرين كانت اوسشفايتس ساعدتني كثير، لانه كمان كنت على كونتاكت كثير معها، فاحكي معها ما يمشي الحال غير بالالماني، يعني مع انه بتحكي انجليزي بيرفكت بس هي بتقصد ويحكي الالماني تماما. انا قلت لها اي غلط رديني، انا ما بزعل، يعني صلحي لي مشان اعرف انا احكي. حلو. ضلينا يعني تقريبا شيء يمكن سنه مع بياتريس اللي هي البترويرين تبعي، بعدين يعني مع الدوتش كورسي نفس الوقت يعني. فهون كنت خلصت البيتس فاي، البي اينز والبيتس فاي، وخلصت السي اينز، بس عاد ما عاد عندي وقت للروتس كرويت، فصرت بدي لانه فوت بموضوع النوستريفيكاسيون طبعا، بالاضافه كنت مشان موضوع اللغه شوف مسلسلات. انا ما عندي تلفزيون بالبيت لهلا، ما عندي تلفزيون بالبيت، بس على اليوتيوب على اللابتوب. بتذكر في برنامج او مسلسل بلش تصويره عام 1990 اسمه ان الا فرويندشافت، وهذا بيتصور مشافي، يعني هو عباره عن مسلسل طبي اجتماعي. حلو. يمكن لهلا صار معروض، من لهلا شغال يمكن شيء 1200 حلقه. انا شفت ال 1200 حلقه ما شاء الله. أول شهرين ثلاثة ما كنت أفهم شيء، ولا باب الحارة أي أفظع من باب الحارة، كنت ما أفهم شيء. بعدين حاول وقف اليوتيوب، ترجم، اسمع ترجم، حط المترجم تبع الصوت، يعني لحتى بالآخر صرت يعني أنه الموضوع موضوع سماعي تماما. أي يعني كمان هذا ساعدني في كثير شغلات، يعني ما أنه والله بتقول خلص الكورس لحاله أو اليوتيوب لحاله، بدك كذا. وكنت أدرس كثير بصراحة، يعني أنا أثناء الكورسات كنت أدرس باليوم يعني 6-7 ساعات دراسة لغة يوميا. ما شاء الله. أنا ما كان عندي يعني روحة وطلعة، لأنه في لسه عندك بعد اللغة التعديل قصة طويلة يعني. فتقريبا لخلصت السي أينز تقريبا ما عاد درست لغة، يعني بمعنى دراسة لغة تحولت للتعديل. طيب أستاذ إياد، هلا نحن منشان موضوع اللغة نحكي كيف تعلمت اللغة وكيف كانت فترة بعد ما أخذنا الإقامة. ما قلت لك انا رحت على كامب بمنطقه اسمها كلفا مهوفي، هي منطقه كانت اول لاجئ بيدخل عليها هو انا وعائلتي، كانوا ما عندهم اي لاجئ بالمنطقه ابدا. الكامب كمان اول شخص بيدخل على الكامب هو انا، تمام. دخلت على الكامب طبعا وحيد، كله بيحكي الماني هنيك، وطبعا مو بس الماني، بيحكي الماني ديالكت اللي هي اللغه المحكيه بالمنطقه الموجوده هنيك، مو هي اللغه الهوخ دويتش مثل ما نحن نحكي. وطبعا انا استخدمت الانجليش بالاول، انا وزوجتي بنحكي انجليش، والشخص المسؤول بتروير عن المسؤول عن الكامب بيحكي انجليش. جود، اول شيء كانت الامور تمام. بعدين بلش يتوافدوا لاجئين على الكامب. طبعا مثل ما تفضل اخي، الناس عباره عن اشخاص، ممكن تكون تحكي انجليش، ممكن ما تكون تحكي انجليش، ممكن يكون شخص ممكن يتعلم اللغه بسرعه ولكن لا. انا طبعا بلشت مع اليوتيوب تمام، وبلشت قارن الانجليزي مع الالماني بصراحه، يعني الجمل اللي عم يستخدمها الانجليزي صرت تشوف شو مقابل لها بالالماني. حلو. تمام، وصير استخدمها. ومع هذا البتروير بالذات، يعني كان مثلا في عنده تحضيرات، بيحضر التخوت للغرف والكذا، كنت انا اطلع معه ساعده كيف يركب التخت. وباثناء العمليه هي انه مثلا طلب غرض، مثلا قوله بالانجليزي وشوفه شلون بده يحكي بالالماني وشلون بده يحكي بالالماني، يعني هيك مثل استخدام للغه مباشره، عرفت شلون؟ حاولت اني اشتغل معه، فهو انبسط يعني انه مبدا هذا. وصار انه كل ما يجي عائله جديده بالكامب شلون نجهز له غرفه، يجي انا وياه نقعد نشتغل عليها. وهون مين بده بقى يعمل التواصل بينه هو وبين العائله، تمام، يحطني انا كمترجم، عرفت كيف؟ ممتاز. هاي بدايات العمليه تمام. وطبعا في وراء بدها تجهز كل شيء والقصص هي، بده يسال اسئله هو والحكي هذا كلياته، كان نحاول انا اسويه للعوائل تمام الجديده القادمه على الكامب، وحاول انه ساعدهم حس انه يتهدوا، لانه الشخص بيكون جاي على الكامب جديد يكون هيك ضايج وما عنده هيك بداية، ما عارف شو بده يعمل. فانا ورجي انه كيف الواحد انه يكون هذا. طبعا استمريت بالكامب 7 شهور على هالمنوال، بعدين اعتمدوني بالكامب يعني كمترجم. اذا واحد بده يروح على المشفى، على الدكتور، على اي مكان. طبعا بهالفتره هي انا كنت قلت لك عم اتعلم من اليوتيوب، عم حاول استخدم اللغه بنفس الوقت، فطورت اللغه تبعي لدرجه اني مثلا فوت على الطبيب ترجم له
الشغله اللي ما اعرفها مثلا استعين بمترجم على السريع بس اني اربط الجمله اوصل الفكره يعني تمام. هون بقى في بالمجتمع النمساوي اشخاص طبعا بيحبوا يختلطوا مع الاجانب ويحبوا يتعلموا يساعدوهم. في كام عائله موجوده بالمنطقه اللي هنيك حاولوا يعني يجوا لعنا على الكامب ويتعرفوا علينا ويحاولوا يشوفوا شو ناقصنا وشو لازمنا لنتعلم لغه. وكان في كورسات بالجمايندة عملوها هن. اول شيء ما كان موجود كورسات باول بدايه الكامب تبع شهر شهرين، ما كان موجود كورسات نهائي. المنظمه اللي كانت مسؤوله عنا مع النشطاء لانه بدهم يامنوا اساتذه، وهنيك بديك منطقه اساتذه الالماني يعني معدودين تماما وما موجودين دائما هنيك. فهن حاولوا متطوعين يلموا بحيث انه شخص يدرسون الماني، صاروا يدرسون. انا كنت احضر كل الدروس تمام، وبعدين انتخبوني هنيك بالمدرسه. مدرسه المنطقه هنيك طلبت مني انا اجي لانه في اطفال طبعا عم يتعلموا الماني بالمدرسه، هن من عنا من الكامب تبعنا، فمشان سهل التواصل بين الانسات والطلاب تمام وساعد الطلاب على يتعلموا باسرع. فانا طبعا داومت فتره منيحه بالمدرسه هنيك كاستاذ منتخب، يعني يسموه منتخب، لاني عمل عمليات طبعا الحمد لله كان بشهاده تقدير وكانت الامور كلها تمام معي هنيك بالمدرسه. ما شاء الله. وانا كنت مبسوط بالعمل التطوعي، انا لغتي عم تطور، عم احتك بالنمساويين، عم بسمع اللغه تمام، ونفس الوقت عم ساعد، وهذا شيء بيعطي شعور جيد يعني الانسان واحد عم يساعد الناس وعم يحاول يعطي من عنده شيء. برافو. ما يكون عالي على المجتمع يعني بالنهايه. بعد فتره بعد ما اخذت السبع شهور واخذت الاقامه، قلت لك انتقلت على الضيعه الثانيه اللي هي ايجنشتيغل. هنيك بقى صار هم اني انا اشتغل كتير موجود عندي انه انا بدي اشتغل وكذا. وهنيك صرت طبعا منطقه ضيعه، ضيعه بالنمسا ما فيها المجالات الكتير موجوده يعني ومتاحه. انا حاولت يعني عن طريق معارفي اسال انه شو ممكن مجالات، فواحده من الناس اللي انا بعرفهم قال الصليب الاحمر هلا حاليا عم يفتح كامبات وعم يستقبل اللاجئين وبيحتاج لشخص مثل منك عم يحكي الالماني وبيحكي اللغه العربيه مشان يسهل التواصل. تماما. قال انا رح اعطيك رقم شخص وتواصل معه وشوف هذا. فاعطتني والله رقم صاحب او مدير المركز الصليب الاحمر بالمنطقه هنيك، ودعاني لمقابله وقال لي نحن ممكن نعطيك عقد عمل. تمام ما شاء الله فورا مباشره تمام. شاف اللي الامكانيات اللي عندي مثلا باللغه انه هي بتناسب المطلوب بالنسبه له وبالنسبه للوضع، انه هو جاي تقريبا كان عدد من فوق الألف شخص تمام مختلف الجنسيات بيحكوا انجليزي او عربي تمام، طبعا افغان او سوريين او كذا. فهو بده شخص يسهل العمل لانه الاشخاص اللي موجودين عنده بالصليب الاحمر سانيتير وموظفين صليب الاحمر ممكن يحكوا الماني او انجليزي، اما عربي ما ممكن يحكوا تماما. فقالوا لي انه انت موظفك عندنا بعقد عمل نظامي ومنسلمك سياره من الصليب الاحمر، وفي عنا أربع كامبات أو خمس كامبات موزعين بالمنطقة هنيك، أنت شغلتك مثلاً مسؤول عن ثلاث أربع كامبات منهم تمام، وأنه أنت بتكون مسؤول عن الأشخاص الموجودين شو بدهم شو بيحتاجوا وشو نحن بنحتاج منهم وشو لازم يعملوا وراء وشو حس حد جهزهم لوقت المقابلة تبعهم. ممتاز. وتنظم لهم طبعاً كورسات ألماني والحكي هذا. اشتغلت والله بالصليب الأحمر كان بشهر 9/2015 طبعاً، نحن وصلنا بشهر بسنة 2014 بشهر آب، شهر 3/2015 أخذت الإقامة، شهر 9/2015 كان أول عقد عمل لي. ما شاء الله. تمام. اشتغلت من شهر 9/2015 لشهر 4/2016 مع الصليب الأحمر كأسوبة رويا، كنت مسؤول عن أربع كامبات بيوت تقريبا كان عدد الأشخاص أنا مسؤول عنهم فوق 200 شخص تمام. ساعدت كتير وحاولت ترجم وحاولت إني ورجيهم للشباب إنه كيف لازم يتعلموا اللغة الألمانية وشو بتفيد اللغة الألمانية، وكثير منهم يعني لحد هلا على تواصل انا معي وتواصل مستمر يعني ما شاء الله. الحمد لله تركنا بصمه حلوه، طلعنا من الصليب الاحمر مثل ما قلت لك، كوني كمان اللغه مع الاحتكاك تحسنت وتطورت لمستوى عالي. بالفتره هنيك بعد ما اخذت الاقامه البلديات هنيك امنت لنا كورس بسموه كورس اندماج، طبعا هون بالفيينا في الام اس، الام اس بتضيع اقل نشاطا من ناحيه الكورسات مثل فيينا والمدن الكبيره، لكن هو حاول مع البلدية انه يعملنا شيء اسمه كورس اندماج بيشمل الآينز والآتسفاي. برافو. وهتعملوا لي تحديد مستوى قالوا انت ما بدك اياهم الآينز والآتسفاي،
بس ما في عندنا اي خيار اخر، ما في لا بي اينز ولا بيتس فاي ولا ما في هالكورس المستويات الاولى فقط. فقلت له انا باخذه الكورس، ما عندي مشكله، معلش باخذ الكورس قوي نفسك احاول قد ما كان، اذا كان عندي معلومه ناقصتني بايز بكملها. فاخذت الكورس اندماج، وبعد منه قالوا لي في عندنا امكانيه خليك تقدم فحص البي اينز بنهايه الكورس الاي اينز اتسفاي، تقدم بي اينز. قلت لهم لا، هني اعمل كورس الاي اينز اتسفاي، وقت بدي اعمل البي اينز بعمل الكورس بي اينز وبقدم فحص البي اينز، كان يكون كمان انا المعلومات مكتمله عندي، لانه ما فيني اقول انا حالي تعلمت اللغه 100%، النهايه بنحكي شويه لغه يعني. ما شاء الله. تمام. هون بهالفتره هي كمان انت تركت الصليب الاحمر، وصار عندي هلا بقى مشروع اني انا انتقل على فيينا مشان ادور على شغل بمصلحه المعدات الطبيه بشغلي. هون بقى بمساعده قلت لك اخي موجود بفيينا، ولانه انا عندي عمل عقد عمل مع الصليب الاحمر ولون تسهل، قدرت احصل البيت بسرعه بفيينا. كان اسهل كثير علي تماما من هذا. مجرد ما شفنا البيت طلبت اللون تسهل، بعثت لها اللون تسهل تبعاتي، عملنا لقاء صغير واخذنا وقعنا العقد تبع البيت واخذنا البيت. ما شاء الله. نقلت على فيينا. هون بفيينا بقى الوضع اصعب، الاشخاص اللي بدهم يساعدوا في اشخاص كثير، بس في عدد كبير كثير من اللاجئين اللي بيحتاجوا مساعده تماما. وقت عم يشوفوا وضعي انه انا بحكي لغه المانيه، فعم يقولوا انه انت حاجتك للمساعده اقل بكثير من اشخاص ثانيين بيحتاجوا المساعده. فانا صرت ادور لحالي. طبعا انا هون شفت انه اخي كان مبلش مع الصليب الاحمر، انا كنت هنيك بشتغل هوب بيروفليك مع الصليب الاحمر، اخي هون عم يشتغل فراي فيليج مع الصليب الاحمر، حاولت عن طريق اخي كمان اندمج مع الصليب الاحمر بدايركت اكسشينج، والحمد لله كمان اندمجت وصرت اعمل كمان بالمدارس اللي في فيينا، بالجيمنازيوم بوندس جيمنازيوم ريال جيمنازيوم هابت شوله نويمتي شوله فولك شوله، محاضرات عن وضع بلدنا وعن عني انا وعن الوضع بسوريا وعن انجازاتنا هون بفيينا. وكان الهدف من المشروع هو اظهار انه اللاجئين ما لهم جايين قاعدين ببيوتهم، انما اللاجئين جايين عم يحاولوا يثبتوا وجودهم بالبلد ويتركوا بصمه بالبلد. طبعا مع اظهار بالصور لبلدنا والحاله قبل الحرب وبعد الحرب وكل الاسئله اللي تخطر على بال الطلاب بهذا العمر عن سوريا وعن اللاجئين، كان حاول نجاوب عليها بصوره مؤثره فعلا. من كان كثير في تواصل، وكان في كثير تاثر، وكان في اسئله كثير، كان في كثير استفسارات بعقول للطلاب النمساويين عن 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 اللاجئين، عن سبب القدوم، عن 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 الثقافه اللي جايبينا معهم، عن طبيعه اندماجهم بالمجتمع النمساوي، عن طريقه اندماجهم بالمجتمع النمساوي، قديش اي حد انه يندمجوا بالمجتمع النمساوي. ما شاء الله. حاولنا كثير اظهر صوره جيده قدر المستطاع عن السوريين. هذا احد البرامج اللي انا اشتركت فيهم. كمان الصليب الاحمر حاط برنامج اسمه كروس توك، كمان كنت عضو فيه كفراي فيليج. ما شاء الله. وحاولت اعمل اكثر من فانشتالتونج مع الكروس توك. بعدين في منظمه بعدين تحولت لشركه اسمها مور ذان ون برسبكتيف ام تي او بي، كمان انا دخلت عليها، قدمت فيربونج نظامي ودخلت عليها. هدف المنظمه هي كانت تساعد الاكاديميين السوريين على انه يحصلوا او يقدروا يلاقوا شغل، يقدروا يلاقوا شغل. هن حصل انا كنت بالمجموعه الاولى اللي دخلت على هي المنظمه، كانت اول بداياتها لهي المنظمه. ما شاء الله. تمام. ساعدوني بصراحه بكتابه السي في، كيف واحد بيعمل بفيربونج، كيف بيحضر الوراق تبع البفيربونج، وهون كمان احتكاك اضافي مع النمساويين، وهن حاولوا كمان يساعدونا. طبعا كله هذا بالالماني، ما يحكوا معنا غير الماني، انجليزي كان انه حل ثاني يجي. ايوه ما بدهم يفضل انك تحسن لغتك الالماني. وكانت هي فتره طويله يعني، قعدنا فيهم 6 شهور معهم للجماعه، والحمد لله يعني طلعنا كمان بصوره جيده. والله شيء بيرفع الراس، الله يهنيكم. طيب رح ناخذ فاصل ونرجع نكمل حلقتنا. اصدقائي فاصل ونواصل. رجعنا لكم أصدقائي من جديد، نرحب مرة ثالثة بضيوفنا الأكارم، أهلا وسهلا فيكم. تعديل الشهادات وإيجاد عمل أكيد ما هو شيء بالسهل، تحكونا شوي عن هالموضوع. بالنسبة للتعديل أنا ما كنت بعرف أنه أصلا الشهادة السورية بدها تعديل بأوروبا بشكل عام، فسألنا
فقالوا لي انه على شهادتك ما بيمشي الحال، بدك تعمل تعديل لشهاده الطب العام اخصائي اذن انف وحنجره. فقالوا لي هيك التعديل قسمين، تعديل الهومان ميديسين اللي هي دراسه الكليه تبعي بدها تعديل، وبعدين تعديل الاختصاص. فتنا طيب ماشي اوكي بدنا نعدل كيف. فانا كنت ما كان كثير في ناس قبلي، بس كان في يعني يمكن اثنين ثلاثه يعني مثل ما بيقولوا هن اللي كانوا المفتاح لهذا الموضوع. بس لانه هن كانوا وحيدين فاكل موضوع التعديل معهم تقريبا بحدود السنتين. لانه بصراحه ما حق، ما كان عندهم اي معلومه، ما كانوا بيعرفوا ابدا من وين بدهم يدرسوا، ما كانوا بيعرفوا اصلا شلون بيصير التعديل. كانت معلومات موجوده بالانترنت مش عمليه، يعني مش معلومات انك انت تستخدمها مباشره. فهون الحمد لله انه لقينا بعض المساعده، يعني في طبيبين يعني موجودين هون بالنمسا عملوا مثل تجميع لهالاطباء الجدد، مش بس السوريين، السوريين والعرب بشكل عام، هن الدكتور تمام والدكتور غزوان. هذول يعني جمعونا باكثر من اجتماع، صرنا نتبادل المعلومات. بعدين توصلنا صرنا نعرف انه واحد الانسان وين بده يدرس، اول شيء كيف وين بصير التعديل. التعديل بصير بجامعه فيينا، بجامعه غراتس، وبجامعه انسبروك، هن ثلاث جامعات اللي ممكن واحد يعمل تعديل. وشو الميزات بيناتهم، صرنا نسال والى اخره. عرفنا انه تقريبا يعني بالنسبه لنا اللي ساكنين بفيينا الافضل انه بفيينا قدمنا على اوراق التعديل، فانت بتساوي شيء اسمه شتيخ بروبن تيست. شتيخ بروبن تيست هو عباره عن فحص مدته 6.5 ساعات متواصله بلا باوزه. شو الفحص هذا؟ هذا الفحص صعب، بدك تكون دارس كل شيء اسمه طب. كل المواد البازك، يعني البيزك وال 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 والمواد الاختصاصيه يعني. ما شاء الله. يعني فهو شتيخ بروبن تيست يعني اسئله عبارة نسيت كم سؤال، بس يعني بدك تضل عم تكتب بلا توقف. يعني أنا والوقت خلصنا سوا بتذكر 6.5 ساعات كنت آخر سؤال، يعني ما في عندك مجال أبدا. فقعدنا نسأل، صرنا نسأل ندرس كمان أسئلة الدورات لطلاب الطب اللي هي سب 4 وسب 5 وإلى آخره. طلاب الطب هن جامعة فيينا يعني وبعد المراجع والآخرى. فأنت قدمنا الشيخ بروبن تيست. بعد الشيخ بروبن تيست بدك تقدم كمان أنت قبل الشيخ بروبن تيست شيء بسموه ساعات الدوام تبعك النظري والعملي اللي عملتها بجامعتك. بعدين بناء على الساعات الدوام اللي بجامعتك مع المواد اللي كتبتها بتطلع نتيجة انه انت مثلا في عندك مادة او مادتين او 10 بدك تعمل لهم فحص مندلش غير هذا الشتيخ بروبن تيست. فانا بتذكر حملوني مادتين، هم شيء 11 مادة. قالوا لي في عندك نقص بساعات الدوام بالمادة يمكن العينية والعصبية. فمادة العينية والعصبية عبارة عن فحص مندلش بدك تدرس له كمان شيء شهرين. درسنا له يعني مثل ما هالطلاب بيدرسوا من هالكتب اللي بهذا، درسنا وقدمنا المندلش والحمد لله يعني نجحت. بعد منا في شيء اسمه أي شيء بدك تقدم، مادة الأدوية ومادة اللي هي الجريشت ميديسين هي أساسية يعني. كمان درسناهم وقدمنا. فأنا عمليا عملية التعديل، تعديل يعني شهادة الطب أكلت معي تقريبا شيء يعني بين 5.5 أشهر والست أشهر قبل ما نعمل هالتجمع، قبل ما يكون عندنا هالمعلومات. كان ياكل التعديل سنتين بسبب هالتجميع وتبادل المعلومات. وصار في اختصرنا المدة من سنتين لست أشهر لخمسة أشهر. حتى لسه هلأ الطلاب اللي إجوا بعدنا صارنا نعرف حتى الحيل والأسئلة اللي ممكن تتكرر، يعني ممكن واحد يخفضها لأربعة أشهر ونص. طبعا إذا عم يدرس، أنا للست أشهر عم قلك أو خمسة أشهر ونص ما أطلع من البيت، أدرس 10 ساعات 12 ساعة 15 ساعة باليوم. خلص هدفك قدام، لأنه عندك ست أشهر معسكر للدراسة. تمام. فهون عدلنا شهادة الطب العام لهون. بعدين بدك مع هذا الاختصاص، لسه ما جينا على الاختصاص. فانت خلصت صار عندك انت اعتراف انه انت طبيب، عندك تيتل دكتور ميد. هون بدك تدور على شغل. فانا شخصيا يعني كانت هو طبعا شلون بدور واحد على شغل، بيفتح على هالمشافي على صفحه الجوب بيرزي وكذا بشوف وين في بدهم. فانا بالصدفه كنت بمدرسه عم نحضر يمكن
حفل أو شيء مع بنتي، فبنتي صديقتها أبوها طبيب بمشفى بأوبر بولندورف، فأنا رحت لعنده سلمت عليه قلت له أنه حواليك شغل هيك، ما كنت بعرفه، بعرف أنه بالاسم أنه هذا والد رفيقة بنتي. تعرفت عليه وقلت له، قام قال لي تعال بكرة بلش عندي هيك. سبحان الله، الله بدي أسرع. قلت له هيك بالهذا؟ قال نحن بدنا يعني. قلت له أنا بس أذن أنف حنجرة، أنت داخلية يعني. قال ما أنت حتحتاج كم شهر داخلية مشان تعديل الاختصاص. فوالله دغري كان الموضوع سريع يعني، كنت مخلص التعديل من هون. أنا عمليا خلصت التعديل بعد 15 يوم كنت عم بشتغل. ما شاء الله. طبعا قبل منا فتك بهذا كان في شيء اسمه الفخ شبراخ بروفونج، هذا بتقدمه بعد ما يعني اما بعد او قبل، اللي هو بتقدم لفحص اختصاص بنقابه الاطباء بالايرستي كمان هذا له بروجرام خاص. تمام. فبتقدم انه الفخ شبراخ بروفونج، الحمد لله كمان نجحت منه من اول مره يعني، تفضل من الله مو بتعب يعني. فدوري الحمد لله قدمت رأي للمشفى هي اللي بيشتغل فيها الدكتور جيرالد اللي هو صديقي طبعا صار ما شاء الله. وكان هو نائب المدير، نائب رئيس القسم، نائب الشيف اللي هو الإيرستي أوبر آرت. عملت عنده بمشفى أوبر بورندورف 4 أشهر بالداخلية، وبنفس المشفى كان ناقصني كمان 3 أشهر جراحة عملتهم. بعدين انتقلت لانه ما في HNO، ما في اذن انف حنجره بالاوبر بولندورف. اوبر بولندورف على حدود المجر، على حدود أونغار. كنت كل يوم سافر 100 كيلومتر من فيينا للروح رجع يعني. اشتريت وقتها سياره وصرت بعد منا صرت بدي ادور بقسمي يعني باختصاص. فالحمد لله لقيت بالايزنشتات بالبارم هيرتسيجن برودا ما شاء الله ايزنشتات. كان ناقصني شيء اسمه فال نيبنفخ، لانه الاختصاص بسوريا للاذن انف حنجره 4 سنين، هون 6 سنين. طبعا 4 سنين اذن انف حنجره بس، الباقي هي عباره عن داخليه وجراحه واطفال فهدول عملته. فناقصني كان سنه فال نيبنفخ بس بحق لك تعملها انت بضمن اختصاصك. فانا عملت هي السنه الفال نيبنفخ بالايزنشتات بالبارم هيرتسيجن برودا، خلصت المده وصار في شيء اسمه فحص الاختصاص. طبعا انا كنت عم بشتغل وبدي اشتغل وادرس لفحص الاختصاص، واشتغل عندك مناوبه طبعا يعني كان صعب كثير. بس اخذت 3 أسابيع قبل الفحص، كمان عملنا معسكر ما شاء الله. وقدمت الفحص الاختصاص. بتذكر كنا 25 واحد، انا كنت الاجنبي الوحيد، ما في غيري، كان الباقي كله نمساويين يعني. فالحمد لله بس بفضل من رب العالمين، لانه انا عندي خبره 9 سنين يعني باختصاصي. اجنبي الوحيد بيناتهم يعني، ما كنت تحس انه انت غريب عنهم او تحس أبداً في غيره أبداً او أبداً او يعني ما حدا منو هذا يعني ما رأيه أبداً أبداً او يعمل أبداً شيء ابدا. لا كان في عباره عن اصدقائي يعني، جزء كبير منهم اصدقائي يعني حتى من غير مشافي يعني، لانه كنا نطلع فورت بيلدونغ على المانيا او على إنسبروك او يعني الفورت بيلدونغ كان، فكنا نلتقى فيهم يعني. اي فاصدقائي يعني، ان كان المفحوصين والفاحصين كانوا كتير كتير فرويندلي. شو هذا اللي بيفرق يعني، أنا هذا اللي انتبهت له بين فاحصين هاي البلد أو بشكل عام بأوروبا والفاحصين عنا بسوريا. أنا قدمت فحص الاختصاص عبارة عن عقد، يا لطيف يعني، بتحس الفاحص كأنه خصمك يعني جاي بس بده يرسبك. تمام. إذا بيحسن يعمل لك قتلي كمان يعني أو يضربك كف. هون بالعكس تماما، الفاحص مع انه بروفيسور كبير يعني وله وزنه على مستوى مو النمسا، على مستوى اوروبا، طيبة بتحسه عميد في شكل لانه ما بيجيبوك مشان يرسبوك. فانا مع اني كنت الوحيد الاجنبي انا طلعت رقم واحد عن النمسا ما شاء الله. فبنجي بنحكي على العنصريه وما عنصريه، لو كنت كان عندهم عنصريه ما كانوا طلعوني احسن واحد فيهم يعني. تمام. وهي بشهادتهم يعني، ما انا اللي قلت ولا انا اللي، انا كنت خايف ارسب بصراحه. حلو. لانه الفحص بخوف ما شاء الله. والحمد لله بعد ما هذا دغري بهنوك كمان باليد واخذنا الدبلوم ورحت على نقابه الاطباء قلت له انا صرت اخصائي خالص بدي التيتل. وقعت عقد بنفس المشفى اللي انا عملت فيه الفال نيبنفخ كاخصائي كفاخ ارت ما شاء الله. وعم بشتغل انا هلا هنيك كفاخ ارت بايزنشتات ويعني الحمد لله الله يهنيك. ماشي الحال. طيب استاذ اياد، رحله الدوار على شغل ورحله تعديل الشهاده بالنسبه للمهندسين
طبعاً مثل ما عمل أخي أنا صرت أحاول أدور على كيف أنه مهندس ممكن يعدل شهادته بالنمسا. المعلومات كانت كتير متضاربة أول شيء وما في أي شخص يعطيك معلومة ثابتة أو واضحة 100%. حاولنا نجمع المعلومات توصلنا لكونكلوجن لمحصلة نهائية بتقلك أنه المهندس بده يعمل فحص كمان وبده يعيد المواد اللي ما ناجح فيها. الفرق بين النمسا وسوريا بالنسبة لهندسة المعدات الطبية كبير كتير، عدد ساعات الدراسة للمواد، عدد ساعات المواد وأنواع المواد وأسماء المواد. ما شاء الله. فالمحصلة بتقولك إنه هن بده يعيدوك مواد كتير، ممكن تصل لمرحلة الدراسة بالجامعة لتخلص المواد اللي أنت بده يحملوك إياها لسنتين ثلاثة. تمام؟ هاي أنت حتى تقدم فحص النهائي لتأخذ الشهادة. بعد الشهادة طبعاً بدك تعمل براكتيكوم. على هون بقانون النمسا بس أنت تخلص أي شهادة بتعمل براكتيكوم. بعد البراكتيكوم بتدور على شغل. هيك السيستم عندهم. أنا لقيت باب تاني واللي هو أكثر بالمهندسين تجاهله، وإنه هو عبارة عن موضوع اعتراف أنر كينونج للشهادة اللي أنت يعني النمسا بتقول لك إنه أنت زلمة بسوريا دارس مهندس معدات طبية ونحن بنعترف إنه أنت دارس هنيك، لكن بالنمسا ما بتأخذ تيتل، مسمح لك تشتغل بمجال معدات طبية بس ما تأخذ تيتل كمهندس معدات طبية. صلا شلون سمعت أنا بعرف إنه بيقولوا إنه الجامعات السورية هذا حكي قديماً إنه وين ما رحت معترف فيها فبت يعني هو هذا الاعتراف المقصود فيه إنه إحنا دون مسمح لك لقب. لأنه أنت لو ما معترفين إنك أنت مسمح لك تشتغل بمجال معدات طبية فيك تشتغل بدون مجال معدات طبية. يعني إذا ما معترفين إنه أنت دارس بالفعل بسوريا معدات طبية أنا ما مسمح لي أدرس أشتغل بشركة معدات طبية لحتى أعيد الدراسة فهون هذا الفرق هو هذا الاعتراف اللي أنا استثمرته. تمام؟ هون نهيت موضوع الدراسة صار موضوع دوار على شغل. هلأ موضوع دوار على شغل موضوع صعب جدا. الـ IMS طبعا بمجال اختصاصي بمهندس معدات طبية للأسف ما عنده مجال كبير كتير ليعمل فورت بيلدونج أو أوس بيلدونج أو ليرة أو أي شيء من البراكتيكوم ليساعدك بمجال المعدات الطبية. مثل ما حكيت لك أنا فرت مع هاي منظمة MTOB لحتى أني حسن ولاقي فرصة عمل. طبعا كان الموضوع كمان صعب كتير وما حصلت فرصة عمل بمجال المعدات الطبية، لكن اللي حصلته أنه أنا السي في تبعي والأنترلاجن للبيفيربونج تبعي تحسنت لمستوى عالي جدا. حلو. أنا عندي خبرة بسوريا 7 سنين من المعدات الطبية أشتغل بشركات وعندي معرفة بمجال المعدات الطبية، أسماء الشركات، أسماء الأجهزة، شو بتشتغل الأجهزة، شو ممكن. فهالمعرفة هاي ما أي شخص عنده إياها. تمام، سهلت لك دخول. بس شو صار عندي إنه أنا صرت أدور على فرص عمل بمجال المعدات الطبية على جوب بورزن. في كتير جوب بورزن على الإنترنت وحتى بالـ IMS في جوب بورزن على IMS. أي شتلة بتخص المعدات الطبية كنت أقدم عليها. حلو. قدمت من فوق 1200 بفيربونج. ما شاء الله. الفترة بفيربونج خمسة 1200 بفيربونج من شهر 4/2016 لشهر 9/2017 فترة كلها ياتا قدمت 1200 بفيربونج. هالفترة هاي طبعا النفسية ببداية الفترة لنهاية الفترة كانت مختلفة كتير. طبعا بداية الفترة كنت بتشجع الأبزاق اللي عم تجيك خلال الفترات هاي على البيفيربونج اللي انت عم تقدمها تحطم لك معنويات مع كل المحاولات انت عم تحاول انك ترفع المستوى اللغة تبعك وانك تحاول تلقط باب تدخل منه لموضوع شغل او كذا بمعدات طبية عم تحطم نفسيتك. وصلت لشهر 9/2017 محطم نهائي محطم. بس بأثناء التحطيم طبعا كنت عم جمع معلومات من هون ومن هون العالم عم تحكي معي ما كنت صاحي لمية بمية لبعض النقاط. أحد النقاط إنه واحد قال لي أنت وتقدم بفيربونج لا تنسى اتصل بالشركة. بعد أسبوع رجع اتصل فيهم قل لهم شو صار معك وتجوك أبزاقة اتصل بالشركة ليش الأبزاقة شو كان الهدف أو شو كان السبب اللي أعطاني أبزاقة. لازم تعرف والنقاط اللي بيقول لك عليها الفيدباك اللي بيعطوك إياها اشتغل عليها تماما لأنه هن ما لهم مصلحة إنه يكسروك. هن لهم مصلحة إنه شغلهم حقوه ونلاقوا شخص مناسب لشغلهم. فانه رح يعطوك النقاط رح يعطوك انه انت شو ناقصك بالنسبه لتناسب شغلهم. تمام. فانت مفيد كتير. فاتبعت هاي النقطه. الفكره انه الشركات هون نظامها شوي مختلف. تمام. بدك اللحظه المناسبه والوقت المناسب ليصل بفيربونج للشخص المناسب. اها تمام.
قدمت بفيرمونج على اكثر من شركه وصرت اتصل فيهم. الشركات كانت كثير تبدي يعني حاله من السرور والاهتمام وقت انت تتصل فيها وتسالها عن البيفيربونج اللي قدمت عليها. في احد الشركات حكت معي ساعه ونص على التليفون ما شاء الله وقت سالت عن البيفيربونج، وصارت يعني انه بدها تبعث لي الابزاقه بس بعثت ليها بشكل كثير منمق. يعني اتصلت فيني تليفونين وبعثت لي ايميل انه نحن كثير اسفين انه انت ما اشتغلت بمجال بهالمجال، مثلا مجال العينيه معدات طبيه، انت اشتغلت مجال تنظير معدات طبيه، تمام؟ بتمنى انه كنت تكون بهالمجال هذا المشتغل لانه انت مناسب بكل الاتجاهات بس عندك خبره مجال العينيه فقط مفترض. تماما. هي احد الابزاق. طبعا مجرد ما بلشت انا النقطه الفاصل الحد الفاصل بين الحاله النفسيه السيئه والحاله النفسيه الجيده، بلش ما بلشت اتصل وراجع الشركات واخذ الفيدباك. خلال شهر ونص كنت عم وقع عقد عمل. ما شاء الله. طبعا مجرد ما اتصل بالشركه تاخذوا يعطوا معي أخذ ترتاح تماما، بلشت نفسية ترتاح أول شيء. بعدين الشركة وتشوفك أنت مهتم وعم تلاحق البيفيربونج تبعك بتقول هذا شخص بشغله كمان مهتم. فأنا حصلت أكثر من مقابلة عمل، وكثير مقابلة عمل كانت كثير كثير يعني جيدة، لمرحلة أنه أحد مقابلات كنت قاعد مع شركة، شركة سويسرية ومقرة بالنمسا، يعني قال أنه نحن أنت كثير مناسب لنا تمام، لكن القرار من الكونسيرن من المركز الرئيسي بسويسرا، فنحن بعثنا الانترلاجن لهنيك وعم نستنى الرد. سويسرا لقيت شخص هنيك بسويسرا مناسب لشتله وبعته على شتله بالنمسا. هلا هاي كانت احد الفرص اللي كانت يعني 90% مناسبه يعني، وكانت رح توقع العقد لكن صار ظرف. بعد ما قدمت البيفيربونج على شركه بيبراون، بعد اسبوع اتصلت بشركه بيبراون اللي عم بشتغل فيها الان هلا حاليا هي الشركه، قلت لهم انا بعت بيفيربونج على شتله سيرفيس تكنيكا وما اجاني رد. انت بعت البيفيربونج، اعطيتهم بالتاريخ والوقت والساعه والايميل وشو اسم الايميل. حلو. انا بعت البيفيربونج، قال اوكي. بعت لي بيفيربونج مره ثانيه، هي رئيس قسم التوظيف موارد بشريه، قالت لي بعت لي بيفيربونج مره ثانيه لانه بدي بعته لشخص كان بأورلوب وشكله عندي قالت لي عندي كثير وراء، فاذا تبعته هلا بالايميل مباشره بحول له مباشره. فمباشرة بعثت لها الايميل بفيربونج بالايميل مباشرة، وبعد 3 ايام اتصلت فيني قالت لي عندك مقابلة. حلو. ها رحت على المقابلة. طبعا انا بقول لك مثل ما تفضل اخي بقول عنصريين، لكن انا بصراحة بالمقابلة لاحظت العكس تماما. يعني الشخص ابدا اهتمام بالخبرة اللي عندي 7 سنين، ابدا اهتمام انه انت بتحكي اللغة العربية، بتحكي اللغة الانجليزية، بتحكي اللغة الألمانية تمام، وخبرتي بالصيانة لانه عندي انه مثلا معلومات بالمعدات الطبيه ومبدا عملها وهالقصص هي. طلبني مقابله ثانيه، المقابله الثانيه اعطاني تيست. تيست هو عباره عن تيست بيختبر الاي كيو وبيختبر الحاله النفسيه. حلو. للشخص. حلو. هذا التيست اغلبيه شركات النمساويه بتتبعه اثناء التوظيف لانه بيعطيهم لاي مستوى ممكن هذا الموظف يمشي معهم، لاي مستوى. ممتاز. الحمد لله عملت التيست وكانت نتيجتي للتيست هو مقاربه لنتيجه الشيف اللي عم يعمل لي فحص. وبعدين عرض علي عقد عمل بمنصب تكنولوجي مانجر بشركه بيبراون بقسم الصيانه. ما شاء الله. طبعا وافقت على الشغل وبلشت معهم بشهر 12/2017، وانا معهم من شهر 12/2017 لهلا. نحن هلا شهر 12/2019، ان شاء الله من السنه الجاي 2020 رح يتم ترفيعي لمنصب سيرفيس سبورت لايتر، مدير الدعم الفني بقسم الصيانه ببراون. حلو. طبعا حسب تقييم الشركه، يعني انا الاجنبي الوحيد، انا السوري او الاجنبي الوحيد بالشركه. ما شاء الله. تمام. ورح يعطوني طبعا هلا حاليا تقريبا الموظف الانجح هذا هي السنه، انه بيعملوا كل سنه مين، لانه في عندنا احنا بالشركه شيء اسمه فاينكس فاير. فايناكس فاير بتعرض الشركة كل إنجازاتها خلال السنة وتطوراتها. حلو. فإن شاء الله رح نكون الموظف الأنجح هاي السنة. إن شاء الله. ما شاء الله، الله يفتح عليكم. طب رح ناخد فاصل ونرجع ننهي حلقتنا. أصدقائي فاصل ونواصل. وجعنا لكم أصدقائي من جديد، دكتور راتب وأستاذ إياد. لو أردنا نوجه رسالة للسوريين
اللي في أوروبا بشكل عام واللي في النمسا بشكل خاص عن تعديل الشهادات عن إيجاد الأعمال، شو بتنصحون أنتوا أنتوا كقديمين وأصبحتوا يعني خبراء في في هالمواضيع هاي؟ هلا بالنسبة للاجئين ما كلهم عندهم شهادات، طبعا اللي عنده شهادات لازم يعرف أول شيء أنه مفتاح أي عمل أي شيء بهالبلد هي هي اللغة. فأنا بنصح كل واحد يأخذ مستوى لغة كتير جيد على الأقل بيتس باي إذا حاسن، ويحاول يحكي لغة كتير منيح، وبالنسبة لكل اختصاص باختصاصه يسأل كيف بيعدل الشهادة. بس كتير من اللاجئين أصلا ما عندهم شهادة، وهذا الشيء طبيعي يعني. كمان بنصحهم باللغة، اللغة يعني أهم شيء. وأنا يعني حسب سمعي بالمشفى عندي ومن الناس يعني سمعت السوريين بشكل عام مقارنة ببقية الجنسيات أنا بسمعها تقريبا كل فترة يعني كتير جيدة، وأنا برفع راسي يعني بولاد بلدي غالبيتهم جيدين الحمد لله. طبعا امثله حي الان لا هلا يعني بالقصد نحن ما نحن اصغر ناس بين الناس كلها خير وبركه. فعموما انا كثير برفع راسي وقت بشوف واحد عامل مطعم، واحد عامل كشك، واحد عم يشتغل نجار، البلد فيها مجال. بس انا دائما بنصح باللغه، اللغه هي اساس. بمجرد ما يكون عندك لغه عرفت تلاقي شغل يعني مفتاح. هذا حتى يعني بديننا انه الانسان لازم اذا قاعد بين قوم جداد لازم يتعلم لغتهم. فهذا اللي انا بنصح فيه، وان شاء الله الناس كلها يعني بتعرف هالشيء يعني. وبالنسبه للعمل كل واحد بيلاقي شغل، بس بده يطول باله ويتوكل على الله وبيلاقي شغل ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ اياد، انا يعني بحب انصح السوريين موجودين هون مثل ما تفضل اخي، يعني اللغه هي وسيله التواصل وهي اساس الانسان نجاحه بهي البلد انه يتعلم اللغه. طبعا على مختلف الشرائح اللي هي ناس عندهم شهاده ولا ما عندهم شهاده ولا ناس اكاديميين، كل شخص بيعرف شو المستوى المطلوب منه بمجال عمله او بمجال نشاطه، وبيوصل له بحاول يوصل له اللغه مشان يقدر يتواصل مع المجتمع، لانه بيوسع له مداركه وبيوسع له نجاحه. بالنسبه للاشخاص اللي ما عندهم شهادات ممكن يدوروا على هاوس بيلدينغ، ممكن يدوروا على اي شيء بمجال عملهم. الاشخاص اللي عندهم شهادات ممكن يلاقوا كيف عنده شهاداتهم كذا. بالنسبه للشغل وهي نقطه مهمه جدا، بفرق انا موضوعي شوي عن موضوع الدكتور، لانه الدكتور عنده مثلا خط معين بعدين بفيربونج على الاغلب بيحصلوا الشغل بمجال المشافي. مجالنا شوي صعب، بس انا بتمنى انه هي الفائده انه انا مثلا واحد يرجع يتصل بعد ما يبعث البفيربونج يسال شو وضعه. اغلبيه السوريين او اغلبيه الاشخاص اللي مثل حكايتنا بيخافوا انه انا ارجع اتصل. لا تخافوا خليك مرتاح، بالعكس هن بيحبوا هي النقطه، دليل انك انت مهتم بالشغل وتورجي انك انت مهتم. وانا متاكد انه اخواننا السوريين موجودين هون ناس نشيطين وكله اللي حيحصلوا شغل كل واحد حسب مجاله، اللي هو بمطعم ولا اللي هو بمحل نجاره ولا محل حداده ولا تصليح سيارات ولا ان كان دكتور ولا ان كان مهندس. تمام. وانا يعني بشكركم كثير على هي الفرصه اللي اتحتوا لنا اياها انه نحن نعرض سيره حياتنا نقول بالنمسا وتجربتنا الشخصيه. تجاربكم هي قصص نجاح صراحه وترفع لها القبعه. نحن صغار كثير، نحن صغار كثير الحمد لله يعني، وعم نحاول نوجه الشيء اللي احنا عملناه، بجوز يكون صح بجوز يكون غلط الله اعلم. نحن عم نظهر بس الحقيقه اللي عنا، وان شاء الله الناس المشاهدين يستفيدوا من المعلومات اللي حكيناها واللي عرضناها من حياتنا. وشكرا لك استاذ نور على الاستضافه الجميله. الله يحفظكم يا رب. الله يحفظكم. شرفتونا وفعلا انا كثير مسرور بلقائي معكم، وتشرفت انه انا سوري مثلكم وانتم يعني فعلا بترفعوا الراس. لنا الشرف، بنشكركم كثير. وهيك اصدقائي بتكون انتهت حلقتنا لهاليوم. نتمنى تكون تنال اعجابكم وتستفيدوا من الكلام اللي حكاه الدكتور راتب ولا المهندس اياد. ان شاء الله بنشوفكم في حلقات قادمه، وانا مني السلام عليكم. Oh.